فاحنا هنا القواعد النيتروجينية في قطعة من احد شريطي الجزيء الحامض النووي، يعني دي ان ايه اللي هو اللي قلناه من 3 لـ5، وهو الجي سي تي سي جي اي اي سي اي، 3 احماض. فالتلاتة دول هنروح عاملين على طول في الام ار ان ايه، هيدينا الشريط من 5 لـ3. فعندنا الجي سي تي، الجي سي تي اللي هنا هتبقى الجي هيبقى مكانها سي، والسي هيبقى مكانها جي، والتي هيبقى مكانها ايه. طيب والحمض التاني هيكون ايه عندنا، الكودون التاني هيبقى ايه عندنا، في هنا مكتوبة سي جي اي، فالسي جي اي اللي هو التلاتة التانيين هنلاقيهم جي سي يو، جي سي يو. فعندنا السي هتبقى جي، والجي هتبقى سي، والاي هيبقى يو بدل التي يو. الاخر ثلاثة عندنا اللي هو ايه الاي سي اي، فالاي سي اي هيبقى عندنا يو جي يو، فالاي على طول بدلها ثيامين، والثيامين هيبقى يو في الام ار ان اي. هدول عشان يعملونا اللي هنا القواعد الكودونات دي عشان تعملين حمض اميني تحتوي هذه القطعة من الام ار ان اي على 3 كودونات. تتزاوج قواعد هذه الكودونات الثلاثة مع قواعد مضاد الكودون لـ3 جزيئات. فهو بيقول لك استنتج تتابع الاحماض الامينية في سلسلة عديد البيبتايد التي تنتج طبقا للمعلومات الوراثية المحمولة في قطعة الدي ان ايه، واذكر الخطوات. يبقى في اللحظة دي الكودونات دول الثلاثة اللي فوق لازم عشان ايه يكونوا لنا الحمض الاميني، لازم عن طريق التي ار ان ايه اللي هو الناقل. فالتي ار ان ايه بيبقى في كودون على ناقل، هيبدأ عند الطرف 5 اللي هو هنا سي جي اي، فالكودون بتاعه على التي ار ان اي، طبعا ده كودون الام ار ان اي، فالتي ار ان في التي ار ان اي هيبقى متكامل مع السي جي اي، فهيبقى الكودون في اللحظه دي عند الطرف 5 سي جي اي، في التي ار ان اي هيبقى ايه هيبقى المتكامل معاه، يبقى السي هتبقى جي، والجي هتبقى سي، والاي هيبقى يو. طيب وده يحمل الحامض الاميني الارجينين اللي هو ايه، الارجينين اللي هو السي جي اي على الام ار ان اي، ام ار ان اي اللي هو السي، احنا قلنا سي جي اي فين، السي جي اي سي جي اي فين، اللي هو الارجينين. يبقى اول حاجة ارجينين. بعد كده عندنا الكودون الثاني اللي هو جي سي يو الثاني، الثلاثة التانيين اللي هو جي سي يو الكودون الثاني. في الكودون الثاني جي سي يو هيتحاول يرتبط الكودون مع التي ار ان اي بايه، بمضاد الكودون متكامل معاه، يبقى جي هتبقى سي، والسي هتبقى جي، واليو هتبقى ايه، فهيبقى سي جي اي سي جي اي. طب الحمض الاميني ملهوش دعوه بالسي جي اي، لان السي جي اي ده مضاد الكودون اللي هو التي ار ان اي، لكن احنا لا، الكودون اللي على الام ار ان اي هو اللي بتاع اللي عندنا الحامض، لكن احنا بنعمل الخطوات. فعندنا هنا قلنا سي جي يو، ثم ارتبط الكودون جي سي يو، سوري جي سي يو اللي هو ايه، فهنلاقي جي سي يو اللي هو ايه، جي سي يو الالينين، الالينين. يبقى عندنا الارجينين وبعدين الالينين، يبقى الالينين. يبقى عندنا يد الحامض الامين الانيلين هيتفاعل مع في عديد على نقل البيبتيديل الذي ينتج عنه في تكوين رابطة بيبتيدية بين الحامضين الألينين اللي هو الأول، الأمينين الأول والثاني، الأول اللي هو الأرجينين والألينين. طب الحامض الثالث هيرتبط معاهم اللي هو آخر رمز عندنا اللي هو إيه، آخر كدون يو جي يو، فده برضو عن طريق التي ار ان اي المضاد الكودون، هيبقى بدل يو جي يو هيبقى اي سي اي، هيبقى اي سي اي اي سي اي. وده هيعمل لنا يحدث الذي يحمل الحامض الاميني السيستين اللي هو السيستين اللي هو ايه يو جي يو. هنشوف هنا السيستين يو جي يو، يو جي يو هنا السيستين يو جي يو. يبقى عندنا الأرجينين وبعدين الألانين وبعدين السيستينين.
السيستينين، دول التلات احماض. بس الخطوات لازم عشان يحصل لازم عن طريق التي ار ان ايه، ونكتب مضاد الكودون بتاع التي ار ان ايه اللي هو بيبقى التكامل بتاع نفس الكودون الموجود على الام ار ان ايه، لكن بنجيب اسم الحامض من الام ار ان ايه، ملناش دعوة بالكودون اللي جه على التي ار ان ايه. لكن التي ار ان ايه هو عشان يتعامل وينتقل في وحدة اللي هي بتاعت الام ار ان ايه، في وحدة لا سوري، في الوحدة اللي هي الوحدة الكبرى والوحدة الصغرى، فعندنا قاعدة الامينو اسيل في الاي وفي البي وفي البي. فعملية التفاعل اللي هتحصل ويرتبط حامض بحامض، فده اللي هو ينتج لنا في الاخر السلسلة عديم البيبتايد اللي هي خدناها قبل كده برسومات، اللي هي القاعدة تحت وحدة الريبوسوم الصغرى تحت وحدة الريبوسوم الكبرى وانتقاله من الـ A للـ B وهكذا. فده السؤال ده. طيب عندنا مثال تاني، تعرف أحد الباحثين على تتابع الـ A